استاد گرانقدر استماع می کنیم. اتلو القرآن وابکو فإن لم تبکو فتباکو. توصیه رسول گرامی اسلام حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. یتلو علینا فضيلة الشيخ المقرئ الأستاذ الشحات محمد أنور ما تيسر له من القرآن الكريم فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
يوقون من نذر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء إنا نخاف فوقاهم الله
شر ذلك اليوم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وسقاهم ربهم شرابا طهورا وَقُلُّ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء صدق الله العلي العظيم.